ازيكم يا عاملين ايه؟ انا محمود نبيل وده فيديو جديد، ده الجزء الاول من ترشيحات نهايه العام، وانا هنا في الفيديو ده جاي اكلمكم عن افضل مباريات ممكن تشتريها من اول 2500 جنيه لحد 10000 جنيه، وده الجزء الاول زي ما قلت لكم. فاعمل لايك للفيديو ده واعمل سبسكرايب للقناه واكتب لي اي كومنت تحت عشان الفيديو كده ينتشر والقناه ترجع تنتشر زي الاول. وبس كده من ضمن نضيع وقت كتير، خلينا نبدا معاكم الفيديو على طول ونبدا معاكم باول موبايل معانا هنا اللي سعره تقريبا 3000 جنيه وبيتباع في بعض الاماكن كده ب 2500 جنيه. اكتب لي اي كومنت تحت وابعت لك لينك بيبيعه ب 2500 جنيه. الموبايل ده من شركه ايتل والايتل بي 37. الموبايل ده موبايل بسيط جدا، جايب شاشه نوعي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس 60 هرتز، وجايب معالج يعتبر بسيط برده من شركه يونيسيك الينوسيك اس اي 7731 اي، وجايب كاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفيه بدقه 8 ميجا بكسل وبطاريه 5000 ملي امبير، وشكله يعتبر شغال يعني، وجاي في بصمه وجايب سبيكر واحد بس مش اثنين. هو موبايل يعتبر بسيط او حلو على السعر ال 2500 جنيه ده، لان اصلا ما فيش موبايلات جديده في السعر ده، خصوصا ان الموبايل ده بيجي معاه السماعه والجراب والشاحن، فانت مش هتحتاج تشيل له اي حاجه، وده يعتبر موبايل لوالدك او والدتك اللي بيستخدموه استخدام خفيف كده، هيكلموك على الماسنجر، هيعملوا مكالمه، موبايل تاتش اسهل من الزراير، فده هيبقى مناسب ليك. اما بالنسبه بقى للفئه اللي بعدها اللي هي فئه 4000 جنيه، فاحنا عندنا في الفئه دي موبايل واحد، ده من وجهه نظري انا برده، هو الانفينكس سمارت 8. ممكن تلاقي في الفئه دي من شركه ايتل الايتل اي 70، بس ما انصحكش بيه، لان الانفينكس سمارت 8 اعلى منه في المعالج وكمان في تردد الشاشه، لان الشاشه في الانفينكس هنا جايه اي بي اس ال سي دي اتش دي بلس وجايه 90 هرتز، وكمان معانا كده من يونيسيك التي 606. الجهاز جاي شكله شبه الايفون كده، وجهاز شكله كويس ما عنديش معاه اي مشكله، جاي في مدخل 3.5 مللي وجاي في بصمه وجاي بيدعم الدايناميك بار او الرينج بار اللي هي شبه الايفون دي، وكمان جاي ببطاريه 5000 مللي امبير. هو موبايل تعتبر مواصفاته كويسه على السعر اللي هو 4000 جنيه، خصوصا برده ان هو بيجي معاه الشاحن بتاعه وكمان الجراب، فانت مش هتحتاج تشتري له اي حاجه. اما بالنسبه بقى للفئه اللي بعد كده اللي هي فئه ال 5000 جنيه، فاحنا عندنا برده موبايل واحد من وجهه نظري، وهو ريلمي نوت 50. الموبايل ده برده اداؤه يعتبر متواضع، اعلى من الموبايلات اللي فاتت شويه، لانه جايب الشاشه نوعه بي اس ال سي دي 90 هرتز، وجايب معالج اعلى من يونيسيك التي 612، وجايب كاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفيه بدقه 13 ميجا بكسل، وجايب بطاريه 5000 ملي امبير تدعم شحن بطيء 10 واط، وجاي معاه جراب وشاحن في العلبه، وجايب مدخل شحن من نوع تايب سي وفي بصمه ومدخل 3.5 ملي، يعني جاي فيه الحاجات اللي انت هتستخدمها او الحاجات اللي تبقى معقوله بسعر 5000 جنيه. اما بقى لو هنطلع في الفئه اللي بعدها، ودي اللي هبدا اقول لك او هبدا اديك موبايل وانا مطمن فيها، وهي فئه من 6-7000 جنيه، فاحنا عندنا موبايل واحد في الفئه دي، هو من شركه سامسونج، هو السامسونج اي 15. الموبايل ده موبايل ممتاز جدا، جاي بمعالج ميديا تك ال جي 99، جاي بالشاشه من نوع اموليد 90 هرتز فول اتش دي بلس، جاي بتصميم كويس نفس تصميم الموبايلات الاعلى منه في الفئه، جاي بكاميرات برده كويسه سواء الاماميه او الخلفيه، لان الكاميرا الاماميه هنا جايه بدقه 13 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفيه جايه بدقه 50 ميجا بكسل، جاي ببطاريه 5000 ملي امبير وبتدعم شحن يعتبر متوسط هو 25 واط. بس خلي بالك ان موبايلات سامسونج الفتره الاخيره ما عادش بينزل معاها شاحن، فانت هتضطر تشتري راس شاحن للموبايل ده. بس قبل ما اكلمك عن الريلمي 12 4G، خليني اقول لك ان في موبايل من 8-9000 جنيه، وده يعتبر موبايل ممتاز جدا في الفئه السعريه دي بعد ما سعره بقى 8000 جنيه، وهو الريدمي نوت 13 4G. الموبايل ده جاي بمعالج من سناب دراجون 685، وجاي بشاشه من نوع اموليد بريفريشيت 120 هرتز، وجاي بشاحن 33 واط مع بطاريه 5000 ملي امبير. بص من الاخر كده، هو ده يعتبر الاقل شويه من الموبايل اللي هنتكلم عنه دلوقتي، لان الموبايل اللي هنتكلم عنه دلوقتي يعتبر هو الابجريد بتاع الموبايل ده. اما بقى لو طلعنا فوق شويه من سكه 8-10000 جنيه، فاحنا عندنا موبايل في الفئه دي او يمكن اقل من 10000 جنيه شويه، هو الريلمي 12 4G. الجهاز ده مواصفاته تعتبر كويسه على سعر 10000 جنيه حتى، لان الجهاز ده جاي بمعالج من سناب دراجون 685، وجاي بالشاشه من نوع اموليد بريفريش ريت 120 هرتز، والشاشه تعتبر كويسه والسطوع كمان بتاعها كويس، جاي ببطاريه 5000 ملي امبير وبتدعم شحن سريع 67 واط، والشاحن موجود في العلبه، وجاي بكاميرات تعتبر كويسه، لان الكاميرا الاماميه هنا بدقه 16 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفيه بدقه 50 ميجا بكسل، وكمان تصميمه يعتبر ممتاز، وموبايل يعتبر مش ناقصه حاجات كتير. فده كان اخر موبايل معانا في الجزء الاول. لو عجبك الجزء الاول ده وعندك اي موبايل تاني عايز تسالني عليه او نعمل عنه فيديو، انا عارف ان الفئه دي او الفئه اللي فوقها شويه فيها موبايلات كتير، وده الفيديو اللي هيبقى بعد اللي بعد الجاي اللي انا هكلمك فيه عن افضل موبايلات ممكن تشتريها من الشركات كلها من 10-13000 جنيه، علشان لو انت بتحب شركه معينه. فاعمل لايك للفيديو ده واعمل سبسكرايب للقناه وتابعني على حساب الانستجرام عشان بننزل ريلز هناك ممتازه جدا، واشوفك بقى في الجزء التاني. بيس.